شهد معبر رفح تناقص عدد من الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم محملة بمعونات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية. هذا وتستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات من خلال رفضها العبور إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعنت والتعسف ضد المساعدات. المزيد يستعرضه لنا الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتواجد معكم الآن في مقر المنطقة اللوجستية بمدينة العريش التابعة للهلال الأحمر، هذه المنطقة التي يتم فيها تجهيز المساعدات المختلفة لإرسالها إلى المدنيين الفلسطينيين والنازحين الذين يعانون من نقص شديد من المواد الغذائية والطبية والدوائية. فيما يخص المساعدات التي عبرت اليوم من معبر رفح واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، فإن حركة الدخول هذه الشاحنات قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لهذه الشاحنات بالدخول إلى منفذ كرم أبو سالم لتقوم بتفريغ حمولتها وتعود مرة أخرى. اليوم الحصيلة النهائية لعدد الشاحنات هي الحصيلة صفر، قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح ولم تستلم أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية أو إنسانية أو طبية بتفريغ حمولة هذه الشاحنات لكي يتم إرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أمس وأول أمس كان هناك تناقص شديد في عدد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقف دائما حائط صد أمام هذه المساعدات ولم تسمح إلا لعدد ضئيل جدا وعدد قليل جدا من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية كانت تتعمد وبشكل كبير يعني الوقوف أمام المساعدات التي تحمل يعني مساعدات هامة في الغاية كالأرز والدقيق ومستلزمات الأطفال وأيضا مستلزمات الطهي، كل المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق. إذن نحن أمام إجراءات تعسفية كبيرة من قبل قوات الاحتلال تستهدف الضغط الكبير على الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.